اليوم لنا حوار، واليوم حوارنا مع سيدي دكتور عماد الشاهد، اسم والدك الكريم. قول لي سيدي، والدك الكريم دكتور، انت كذي صاير صعيدي جواني، محمد الشاهد. الحين الوالد تعب على هالكتاب وقعد 30 سنة يسوي الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسنة، يتضمن آراء العلماء المتقدمين المعاصرين عن التصوف ونشأته ورجاله ومعتقدات تأليف سيد يوسف هاشم سيد أحمد الرفاعي، طبعا وزير نائب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية، وهذه سيرته الذاتية. أنا بدش بالموضوع دغري، بس ما أبي أفاجئك فيه. فتحت على صفحة فلقيت أنه هذا من ضمن الأدوار اللي يعني عجبني الوالد تناولها، أنهم يتهمون فيها الصوفية، أنهم يقولون أنهم دائما يربطوهم بالمستعمر. لقيت الوالد كاتب: الصوفية والعلم والعمل والجهاد في سبيل الله، الصوفية رهبان الليل وفرسان النهار، الصوفية وحركة الحياة الشاملة كما ارتضاها الحق تبارك وتعالى رسوله ورحمته في رسالتي الخاتمة الخالدة: واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم. سورة المائدة. فالحين أنا بعطيك، ما راح أقزر بالكتاب على قولة الكويتين، بعطيك بس أسامي ونخش بالموضوع. أول شيء هني يقول الوالد اللهم سيدنا محمد، هذا هني ذاكر منهم الشيخ عبد الحكيم الخطابي، الشيخ عبد القادر الجزائري، عمر المختار، هني قايل عمار بن عبد الله، أويس القرني، هرم بن جيع، حيان، الربيع بن خويثم، وأبو مسلم الخولاني، والأسود بن يزيد، ومسروق بن الأجدع، والحسن البصري. وهني قايل الإمام البصري، الحكيم المعلم، والشيخ الزاهد، والبطل المجاهد. يعني كل زمان فيه كانوا صوفية وكانوا مجاهدين، بس عشان أعطي الكتاب حقه. وهني طبعا الوالد ساردهم بتوسع إبراهيم بن أدهم، كان الوالد يقول ابن الملوك، بس خليني أجيبهم: عبد الله بن المبارك، هني أبو سعيد الشهيد من أتباع، هذا كتاب قيم يا ناس، حاتم الأصم، أبو يزيد المصطامي، أبو حمزة الصوفي السري السقطي، هذا خال الجنيد البغدادي شيخ الطائفة الصوفية والعلماء، إمام الجنيد محمد بن قاسم الخراز، سيد الطائفتين، هذا هو دور الصوفية في الحروب الصليبية، ناحية صوفية عند بطل الحروب الصليبية نور الدين محمود زنكي، في عائلة بعد الكويتين زنكي، السلطان أب أرسلان صلاح الدين الأيوبي. الله. المهم سيدي بسألك سؤال باختصار، أنت برأيك أن الجهاد مع الصوفية كان قائم على شنو؟ شنو يعني مرتكزاته؟ 5 مرتكزات. الصوفية. أيوة. الصوفية كما تعلمنا ودرسنا في الأزهر. أيوة. وكما هو عليه علماؤنا الأفاضل. نعم. أن الصوفية. ما شاء الله عشان الحضور. نعم. أن الصوفية فكر. صح. فكر وحال. المتصوف من تميز بالفكر والحال باتباع منهج السنة وبعيدا عن منهج البدعة والضلال. زي احنا بديش بموضوع دغري سيدي الولد، اسمه وابنه الشاهد. ابو الشاهد او ابو شاهد، الحين الصوفية ليش دائما هي تكون محل اتهام بالجهاد بغيره؟ شنو السبب؟ ليش الحركات الثانية يعني ما نيجي ننظر قضية، يعني حتى موضوع الجهاد يشككوا مع انهم رموز اغلبهم مجاهدين. لما نيجي ننظر لقضيه، نعم، ننظر لها من واقع اساسها الاول. صح. وما استجد عليها. ايوه. اساس الصوفيه قيل نسبت الى اهل الصفه. صح. يعني الجماعه، خلي بالك، يعني ما معنى اهل الصفه؟ يعني اهل الرضا والقناعه. جزاك الله خير. الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسالون الناس الحافا، ولكنهم راضون بما قسمه الله لهم من عيش، متواصون بالمعروف، منتهون عن المنكر، قائمون على حدود الله، متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلهم ويحبهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زين. الله بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدش عندكم من مصر، عندكم بالازهر منو من المجاهدين الازهريين صوفيه؟ حاضر. تسلم. ولما جاءته فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراء
تطلب منه خادما في إحدى الغزوات غنم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف الغنائم كيف توزع، فقالت يا رسول الله اعطني خادما، فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم وهي ابنته الشريفة الريحانة رضوان الله عليها، أم الحسن وأم الحسين وزوج الإمام وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا والله، ونهى النبي يعني أرجعها النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحقق هذه الغاية لها من الرخاء، في مقابل أن قال وأترك أهل الصفة هؤلاء على زين. سيد الحين احنا خلينا ننتقل يعني عشان الوقت، يعني هذا الكلام سرد حلو ومقدمة حلوة. الحين من المجاهدين من الصوفية الأزهر، منو أشهرهم؟ لا منو يحب يشترك على سيدي على رفعت الرفاعي؟ منو من المجاهدين؟ رفعت الرفاعي من المجاهدين الصوفية. ايوه عمر مكرم نقيب السادة الأشرف من المجاهدين الصوفية في الثورة العربية. ايوه عبد الله النجيم كذلك. ايوه كل الأولياء كانوا قادة. في مقولة حلوة حق سيد البدوي، سيد البدوي جاب الأسرة، سيد البدوي جاب الأسرة يوم الاحتلال الفرنسي. الله الله يا بدوينا بالأسرة، صح يعني جاب الأسرة. سيدي جمال الدين انت يعني مو صوفي بس يعني وجهة نظرك مجاهدين يعني أهل الله، شنو هما؟ كان جمال الدين الرفاعي كان الشيخ جهاد أنواع. مين؟ جهاد أنواع. إيه جهاد الدفع وال الصوفية خذوا كل الأنواع الجهاد. كل ما شاء الله. يعني منو من بلدكم من المجاهدين؟ السيد البلد. مدد. يعني عفوا سيدي المحروس تحب تقول شيء ضيف هالسيد. ضد التتار من ضمن الخوزة السيد البدوي وزنها 10 كيلو. الله. يتعلم به. وجهة ضد التتار معروف به. زي سيدي الشاهد. كان الإمام يعني كما ذكر في كتب التاريخ. كان الإمام العز بن عبد السلام. أيوة مذكور صح. نعم كان من علماء التصوف. أعود فأقول صح. كيف يشهد له أنه من علماء التصوف؟ قلنا أن المتصوف هو الذي زهد في متاع الدنيا، المتصوف هو الذي صفى بنفسه باطن وظاهر، صفت نفسه خالصة لله، فهو أنفق لأنه أحب أن يجد اليسر في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تجد الصوفي إلا مجاهدا سواء كان الجهاد يعني بنفسه أو جهاد بماله أو جهاد بنصيحته أو يعني هو في جهاد مستمر. فالإمام العز بن عبد السلام من علماء الصوفية الذين اشتهروا بصلاح الحال وصلاح المقال وجاهد في دفع التتار، وكان لهم مواقف مشهورة ولا يمكن لهذا المجلس أن يعني يحتويها في مجملها، ولكن من يعني من هو الجهاد مقصود فيه الجهاد يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يعني في ناس كمان من الصوفية وغيرهم جاهدوا بالمال نفس ما قلت أنت. نعم يعني مو بس بالنفس. وكذلك مثلا الإمام عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، هو الإمام عبد القادر الجيلاني من علماء الصوفية المشهورين. صح. هذا الرجل الذي كان يعني لا تجد معه لحظة يا سيدي من المال إلا ما يسد به يعني رمق نفسه أو كذا أو كذا، ولكن كيف كان ينفق الإمام عبد القادر الجيلاني؟ كان كلما جاءه مال أنفقه على تلاميذه وأنفقه على من حوله من فقراء المسلمين، بل وتحصل على هذا العلم وبنى هذه المكانة بما عرف عنه من صفاء نفسه وصفاء حاله. كذلك الإمام الجنيد، كذلك الإمام عبد الله بن مبارك، بل لو عدنا إلى القديم نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبو مسلم الخولاني وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذين اشتهروا بأنهم كانوا يحامون على الفقراء، حتى لقب أحدهم بأنه كان يحامي عن الفقراء. سيدنا أبو ذر كانت له حتى الوالد، عفوا بس أقاطعك لأن عشان الوقت، الوالد مثلا السيد يوسف رفاعي أبو يعقوب رفاعي كان من ضمن جهاده أنه بالسنة كان 10-20 مرة يسافر نشر الفضيلة بالكرة الأرضية، بناء مساجد مدارس دار أيتام أفريقيا آسيا أمريكا أوروبا شرق آسيا، فهو كان وقتهم كله واهبينه لغيرهم. حتى هني بقضاء الحوائج والصوفي الصحيح صح. الرجل الصوفي الصادق نعم. يجعل أمامه القول إن الله يصلح بالرجل الصالح 1000 جار من جيرانه.
فدايما تلقى الرجل الصوفي في قرارة نفسه صح. ما يتهمش الآخر. هو الوالد كان كله يقول لي بسيارة يا ابني خالد الصوفية ليست موضوع اتهام. نعم. يقول لي يا ابني دير بالك الصوفية ليست ما يقول اللي يمكن ان هذا ناس تغلط بس الصوفية هي الفرقة الناجية. لكن يجي بقى يجي ناس بقى يعني ينسبون أنفسهم إلى الصوفية صح. وهم يحبون المال حبا جما ويأكلون التراث ولا يحبون هو لكل قاعدة شواذ. نعم يعني تجد هؤلاء الناس وتجد أولئك الذين مثلا يعني يتراقصون ويتمايلون وتصدر عنهم الترهات ولكن المشهد لا هو التمايل بالذكر جائز. نعم. سيد الشناوي شيخ مشايخ الصوفية جايب أدلة على جواز التمايل. أنا أقول القول واضحا أقول تصدر عنهم الترهات صح. سواء كانت هذه زين منهم من بلدكم من أشهر مشايخ صوفية الفيوم؟ لا كثير احنا عندنا نحن عندما نتكلم لا نتكلم عن أشهر مشايخ الصوفية بالفيوم مدة الفيوم لكن يعني الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ رزاق صديق من مشاهير الصوفية. الإمام الشعراوي كان من مشاهير الصوفية. الإمام جاد الحق كان من مشاهير الصوفية. وهناك الأسماء التي يعني زينت الأرض وزينت البلاد أحمد عمر هاشم كذلك. نعم يعني مثلا الدكتور أحمد عمر هاشم أنا أقول لحضرتك ما يعني ما سمعته منه قال أنا والله كان الإمام الشعراوي له طاقية مربعة حلوة كده وكان الإمام مولانا الشيخ الشعراوي يعني بيلبس حتى نفس القصة بتاعت الجلباب اللي أنا لابسها قدام حضرتك. إحنا في مصر بنسمي القصة دي قصة الشيخ الشعراوي صح. يعني لما نروح كده عند الترزي الخياط نقول له عايزين نفصل جلباب. زين سيدي دكتور عماد شاهد عفوا نبي تفضل أنت عشان تأكل لك لقمة. سيدي الشيخ رمضان الحجازي بعد إذنك سيدي جمال الدين بسطنا بسطة بسيطة مثل ما قالوا عن كتاب الوالد الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسنة سيد السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي مع الدكتور عماد الشاهد. وقلنا الوالد مسوي بهالكتاب باب كامل يثبت فيه دور الصوفية في الجهاد في سبيل الله يعني إنهم كانوا مجاهدين وجايب أسامي بس احنا قريناهم بسريع بس نعيدهم لأنه هو الوالد حاط منهم اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الكريم الخطابي الشيخ عبد القادر الجزائري عمر المختار كمان لهم في التتار حروب الصليبيه. اما القرن الاول فقد قال علقمه بن مرثد الصوفي المتوفي 120 انتهى الزهد الى 8 من التابعين وهم عامر بن عبد الله وأويس القرني وهرم بن حيان والربيع بن خيثم وابو مسلم الخولاني والاسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع والحسن البصري. هذا وقد عددهم العلماء أنهم على كرام من كرام التابعين الزاهدين المخلصين. الوالد طبعا قايل اللي هني حسن البصري وهني اللهم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إبراهيم بن أدهم بعد عبد الله بن المبارك أبو سعيد الشهيد من أتباع ابن المبارك أبو يزيد المصطامي حاتم الأصم أبو حمزة الصوفي السري السقطي الجنيد البغدادي أبو محمد أبو القاسم الخراز نور الدين بن محمود زنكي الله صلاح الدين الأيوبي. المهم سيدي الحين بعيد نفس السؤال الوالد كان كله أبو يعقوب رفع يقول لي يا ابني خالد الصوفية ليست محل اتهام بس هو في ناس يقولون ان يعني مسلك الصوفيه يعني على قولت السوريين دروشه واروشه يعني ما في جهاد والوالد هني بكتابه مثبت انهم مجاهدين. هل هم المجاهدين الصوفيه مرحله معينه وتوقفوا او مستمرين وشنو انواع الجهاد اللي قاموا فيها؟ اولا اي نعم هم كانوا ينادون بان الجهاد قائم على ان الحكم لله جل لا لغير الله صح. فهذا هو سر الخلاف بينهم وبين العسكر. العسكر عايزين يقولوا الحكم لنا احنا مش لكلمة لله دي واسعة انتوا عايزين تدخلوا تشاركونا في الجهاد. والحقيقة ان الجهاد ما كان لله ومن يقصد بالجهاد غير ذلك بعث مرائيا والتبالة انك او مكاثرا. واحنا شفنا ان الراجل اللي كان اسمه الظفري كان اسمه يا شيخ قزمان الظفري لما قاتل
وقتل 21 فقالوا هنيئا له الشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. الله. في النار. فراحوا الصحابة بيقولوا له إن هنيئا لك الشهادة. قام قال كنت أقاتل عن أمجاد قومي وتعامل على ذباب السيف ووجأ بطنه وبقره. فقال صدق رسول الله. فقالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني مات؟ أشهد أني رسول الله. هو يعني ما مات؟ مين؟ ضرب نفسه ضربة بس. ضرب نفسه بالسيف وتحامل على ذبابة السيف وجأ بطنه بها فبقرها ما انتحر يعني. والله. بس نطق الشهادة بالنهاية. لا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال أشهد أني رسول الله. لأن هم كانوا يقولوا له ده قتل 21 قام قال هو في النار. هو وضح ذلك وأكد قال إني كنت أقاتل في سبيل الأمجاد. زين سيدي أمجاد قوم. إيه؟ كويس. أحسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص يا عمرو بن العاص إن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثت مرائيا مكاثرا. الله. وإن قاتلت وأبو موسى الأشعري قال له يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ بعضنا يقاتل حمية وبعضنا يقاتل رياء وبعضنا يقاتل. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة أو فهو الشهيد. زين سيدي من سألت سؤال الدكتور الشاهد منه من مشايخ الأزهر كانوا من علامة الجهاد بالتصوف من الصوفية الأزهريون عندكم بمصر منهم؟ احنا في شيوخ الازهر ايه كانوا او من الصوفيه اللي كانوا يعني حاربوا الاستعمار الفرنسي يعني. الحمد لله الشيخ عبد محمد السادات والشيخ عبد الله الشرقاوي نعم دول حاربوا الفرنسيين نعم وسليمان الحلبي نعم لان نابليون بيقلد الشيخ الشرقاوي بيقلده وسام فرنسا وعليه الصليب. فالشيخ الشرقاوي داس على الوسام فكليبر لطمه ضرش لطم الشيخ لعنه الله. فتسلل اليه سليمان الحلبي وقتله الله انتصارا للشيخ رضوان الله عليه. فهنا جماعه من النصارى بلغوا عن سليمان الحلبي واعدموه بالخازوق. وين؟ في مصر سنه 1801 1803 كويس. فدول من شيوخ الازهر الناس اللي هم يعني عمر مكرم والشيخ عمر مكرم نقيب الساده الاشراف يا سيدي نعم والشيخ كمان احمد عرابي من رجال نعم. الازهر نعم. ولما تروح معها ومحمود سامي البارودي لما تروح معها طنطا تلاقي دول محطوطين صورهم في وجهة المعهد الله متخرجين منه او انسحب تكتيكي ها. فكمان محمود سامي البارودي وزير الحربية نعم لعرابي ايوه رب السيف والقلم والشيخ عبد الله النديم كل دمع جرى من مقلة سببه ايوه الشيخ عبد الله النديم وهو خطيب الثورة العرابية نعم قلنا له الشيخ عبد الله النديم ايوه. فدول من شيوخ الأزهر البارزين اللي كانوا يجاهدون الاستعمار وكلهم كانت المظاهرات تقوم من الأزهر ضد الاستعمار والناس كلها كانوا من الأزهر الاستعمار. شوف من الأزهر أيوة وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة إلى تركوا الله الله شوقي في قصته لدمشق نعم فبيقول فيها هذا وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة إلى تركوا الله. سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق يا دمشق ايه احسنت يا سيدي والله فتح الله عليك فتح الله. وبعدين جهاد يا سيدنا يا سيدنا الشيخ رمضان بعد اذنك اعمل مداخله بسيطه تفضل ان الصوفيه ورجالهم لا يتدخلون الا باذن لا يتدخلون في الحروب الا باذن وعندما يعجز الجميع لان معهم نصره الله نعم. وبعدين هم اللي وقفوا للتتار في العراق نعم ايام سجدنا السيد احمد الرفاعي أيوة. وكان ايوه فهم كان وسيطر الجبن على العراقيين من الخوف من التتار
فمسكنهم الافاعي والكلام ده رعبوهم منهم وخلوهم دخلوا الاسلام. ايوه فاحنا الله حملت كمان الجهاد باللسان والقلم لا يقل عن الجهاد بالسيف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسان قل وروح القدس يؤيدك. فوالله لشعرك عليهم أشد من وقع السهام في غبش الظلام. الله الله يفتح عليك. وكان حسان يعني منعه الفاروق من إنشاد الشعر في المسجد، قال له كنت أنشده على من هو خير منك فلا يجد علي. نعم. فهذا جهاد الدعوة، فرب قول أنفذ من صوت ورب كلام أقطع من حسام. نعم. أقطع من حسام. حسام السيد. أيوة. ولذلك هو قال لأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. دلاء. أيوة. عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. خلاء. ديار من بني الحسحاس قصر تعفيها الروامس والسماء. وبعدين يقول له عدمنا خيولنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. الله. أجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء. أجوت مباركا برا حنيفا أمين الله سمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إلى آخر. فيعني صوفية بريئة من اتهام ان هي مع المستعمر كبراءة يوسف من دمي. لا بالعكس، هم اللي كانوا بيحاربوا. ايه وانت عمر المختار من كبار التصوف في ليبيا وغيره وغيره يعني. وبعدين التكايا والزوايا في مصر كانت تنبعث منها هذه الحروب. ومن العجيب ان المصريين ينسبون ان اندلاع الحروب لجمال الدين الافغاني وان الثورات اندلعت من تحت قبة عمامته وان محمد عبده كان تلميذا له. نعم. في مدد نعم للابد. هو تلميذ للشيخ محمد عبده اسمه بتاع لبنان ده اللي كان جمال الدين الافغاني. لا لا لا، اللي هو صاحب تفسير المنار. صاحب تفسير المنار اسمه تلميذ الشيخ محمد عبده. شوف لبنان. شكرا سيدي. ها